وسهلا فيكم. حسب دراسات آخر دراسات لدائرة الإحصاءات العامة بتشير حسب لعام 2016 بتشير إنه مشاركة المرأة اقتصاديا بالأردن هو 12.7%، وهي من أدنى المستويات بالعالم. ويقول الخبراء إنه هذه النسبة بتشكل أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد الأردني. موضوعنا اليوم رح يكون مشاركة المرأة اقتصاديا في الأردن، رح نحكي عن انعكاسه على الاقتصاد بالأردن، رح نحكي عن التحديات اللي عم بتواجه المرأة بسوق العمل، وأيضا شو ممكن يكون هون حلول. ضيوفنا رح يكونوا الدكتورة سلمى النمس، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وريم أصلان، مستشارة في منظمة العمل الدولية. خليكم معنا، هذه هي قضيتنا لليوم. أهلا وسهلا بضيوفنا. كيف حالك دكتورة سلمى؟ شكرا شكرا للمبادرة، دائما أنتم مبادرين بهاي المواضيع. ما هو منحب دائما نجيب يعني المختصين والمطلعين عليها من عدة جوانب. أهلا وسهلا فيكي. شكرا ستريم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا بدنيا يا دنيا. في البداية نبدأ من المشكلة. إحنا المشكلة هي تدني للأسف مشاركة المرأة في سوق العمل، واقتصاديا يعني ما لهاش مساهمة فعالة موجودة واضحة للعيان بسوق العمل وبالاقتصاد أيضا. هناك دراسة عملتها منظمة العمل الدولية دكتورة ريم بتبين هذا الموضوع، احكي لنا عنها أكثر. الدراسة كانت على الأردن وفلسطين ولبنان، وبينت أنه للأردن تحديدا إذا المرأة بتدخل على سوق العمل مساوية للرجل وبنفس القطاعات، بيكون توزيعها بنفس القطاعات، ما تكون متمركزة بس بقطاع الصحة زي ما بنعرف وقطاع التعليم وقطاع الصناعات الخفيفة، ممكن ترفد للاقتصاد الوطني 8 مليار دولار سنويا. في دراسة تانية عملت بالأردن ب 2015، هاي دراستنا كانت ب 2016 منظمة العمل الدولية، ب 2015 في كمان دراسة محلية بتقول إذا كانت نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية عنا بالأردن تساوي النسبة للمنطقة العربية اللي هي 23% بدل 12.7 اللي تفضلت فيهم رندا قبل شوي، بيكون بزيد على الاقتصاد الوطني تبعنا حوالي 3.2 مليار دولار سنويا. فهذا يعني أنه نحن عم نخسر كتير. فبنرجع وبنقول يعني بنركز أنه لما المرأة بتدخل على سوق العمل هي ما عم بتنافس الرجل، ممكن تخلق فرص عمل لأنه ممكن أنها هي أصلا تكون مبادرة وتعمل مشروع خاص فيها. فعشان هيك هاي الدراسات كانت كتير كتير مهمة لإلنا. لما كنا تحديدا نطالب بتعديل قانون العمل مع المشرعين ومع الحكومة، كان لازم كتير نجيب أرقام نقنعهم بضرورة تعديل قانون العمل حتى يكون منصف أكتر ومراعي أكتر لظروف المرأة والعمل. فاشتغلنا مع مجلس النواب لفترة طويلة على تعديل تقريبا 11 مادة، ومن ضمن هاي المواد إجازة أمومة، وطبعا موضوع الحضانات والأجور العادلة، لأنه نحن بنعرف كتير في عنا فجوة بالأجور، يمكن نتطرق لها كمان شوي بتفاصيل أكتر. في عنا فجوة بالأجور وتحديدا من القطاعات اللي بتتمركز فيها النساء اللي هو قطاع الصحة والتعليم والصناعات الخفيفة، وبتوصل ببعض محلات 42%. أوف الفرق، فجوة بين دخل الرجل والمرأة. بالزبط. دكتورة سلمى رح أجي لعندك هلأ كمان شوي، رح نحكي على أهمية مشاركة المرأة اقتصاديا للتنمية المستدامة. ولكن أول صديقنا أحمد كيلاني عمل هالتقرير، خلينا نشوفه مع بعض ونكمل حوارنا. يشير مراقبون إلى أن ضعف دور المرأة في الحياة الاقتصادية الأردنية يعد أحد المشكلات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يشكل ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الأردني ويحرم الاقتصاد الوطني من قدرات وطاقات اقتصادية كامنة وغير مستغلة. حيث تعد نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن نسبة متدنية، حيث تمثل حوالي 13% فقط، ما يجعل عائد الأردن على استثماره في تعليم الإناث متدني جدا، على الرغم من الأرقام التي تشير إلى أن نسبة الإناث الحاصلات على شهادة جامعية تزيد على 50%. وبلغ ترتيب الأردن في مشاركة المرأة في قوة العمل بحسب التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2016 هو 143 من أصل 144، ولا تحظى النساء إلا بنسبة متدنية من فرص العمل المستحدثة، فمن بين كل 10 فرص هنالك 3.5 فرصة عمل للنساء، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال 35.4% من مجموع الفرص، بواقع 11 ألف فرصة عمل للإناث و20 ألف فرصة عمل للذكور.
ويبقى السؤال، كيف يمكن تعزيز دور المرأة في سوق العمل؟ شفنا دكتورة سلمى وريم قدي عم بيكون النسب متدنية للأسف، يعني الأرقام صراحة بتخوف لما إحنا يكون ترتيبنا 143 من 144، يعني إحنا يعني حتى يا ريت بالأواخر، إحنا آخر في المشاركة الاقتصادية أكيد. في المشاركة الاقتصادية طب بدنا نتحدث قبل، بتحبي تعلي أول على التقرير دكتورة سلمى؟ لا طبعا، هو التقرير يعني كان موجز وبيحكي بقضية أساسية للأسف. إحنا يعني واضح بأنه استثمارنا في المرأة لا نستفيد منه. النساء هم اللي عم بيحصلوا، الفتيات هم أكثر يعني شهادات العليا بيحصلوا عليها بنسبة متساوية مع الرجل، أحيانا أعلى، وحتى معدلاتهم بالثانوية العامة دائما عم تثبت كفاءتها. للأسف هذا الاستثمار يعني هاي مشكلتنا الأساسية، لا نراه منعكس في المشاركة الاقتصادية. هلأ بالإضافة للمؤشرات اللي أنتوا ذكرتوها، في المؤشرات العالمية للتنمية البشرية، يعني واضح كان في ترابط مباشر بأن الدول اللي مشاركة المرأة الاقتصادية فيها عالية تطلع أعلى هي من الدول العليا في مؤشرات التنمية البشرية. وهذا بيدخل حتى في الدول الإفريقية، يعني نحن الدول الإفريقية اليوم بلشت إنها تسبق العالم العربي بشكل عام في إنها هي أيضا، طبعا هي تخيلي الحالة إنه بسبب الحروب مات كتير رجال، وصلت النساء لمناصب عليا سواء في على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي، فصار في حلول يعني حتى مبتكرة للمشاكل اللي بيعانوا منها، ولقينا إنه هاي الدول بلشت تتقدم علينا بكثير من المؤشرات، وهذا يعني وضع يعني مفروض أن نتعلم منه أقل ما فيه. اليوم نحن عندنا دول العالم كليتها والأردن من ضمنها بعام 2015 تبنت أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ولما عملوا لما درسوا هدول الأهداف وحددوا إيش بدهم يتبنوا كأهداف، هم 17 هدف، كانوا تعلموا درس من الأهداف الإنمائية اللي كانت 15 سنة اللي سبقتها، لأنه وقتها كان الهدف اللي خاص بالمرأة هدف منفصل، فوجدوا بأنه لا انحلت مشكلة المرأة في قضية المساواة والحصول على الفرص والحقوق، ولا انحلت المشاكل التنموية للدول، وبالتالي الآن صارت الأهداف بالعلم أنه عندها هدف خامس محدد خاص بالمرأة، ولكن أهداف الثانية المرتبطة بالتنمية فيها غايات مرتبطة بالمرأة أيضا. نعم. ومن ضمنها في الهدف الثامن اللي بيحكي عن النمو بسموه المطرد والشامل والمستدام. وعشان نقدر نحقق نمو مطرد وشامل ومستدام، إحنا محتاجين لفرص عمل لائقة، صور فرص عمل فيها عدالة، وفرص تدريب مهني متساوية، وفتح أسواق زي ما حكت بلشت تحكي ريم في مجالات مختلفة. يعني نحن المشكلة المرأة محدودة في قطاعات محددة ومش عمالها بتفوت على القطاعات الأخرى. ولكن التجارب العالمية وكثير من التجارب الأردنية أثبتت بأنه المؤسسات اللي حتى في القطاع الخاص اللي صارت فيها المشاركة المرأة عالية على مستوى صنع القرار وفي العمل، عم بتكون هي المؤسسات اللي بتربح بالشركة الأكبر. فيعني الرسالة اليوم بتقول إنه نحن عشان نقضي على الفقر، إحنا عنا عم نحكي عن تفاوت على مستوى المحافظات. اليوم نحن ما بنقدر نستغني عن 50% من المجتمع إنه يساهم في الحلول، ونحن عندنا محافظات نسائها بتعاني من مشكلة كبيرة في الحصول على فرص العمل، أو في الحصول على القدرة على تمويل مشاريعهم، أو في حصول إنه طبعاً قدرة على تمويل المشاريع تكون لائقة ومناسبة لإلهم. فما عندناش يعني بدنا ندخل، بدناش ندخل بالمشاكل، بس يعني قطاع مواصلات ما بيعطيهم فرصة إنهم يوصلوا لفرص العمل خارج المحافظة. كليتها بتأدي مش بس لحل للمرأة، هي بتأدي لحل لا عندنا حالة من عدم تفاوت في الواقع الاجتماعي والاقتصادي بدنا نحله، وما بنقدر نحله بس بأن الرجل يشتغل. والدليل على ذلك على فكرة نحن بالعلم، مع أنه إذا دخلنا على الموضوع الاجتماعي كمان شوي ممكن نحكي فيه، لو بتسألي أي شاب وهو بدور على عروس، مع تحفظي على الفكرة، أنه شو المواصفات، بقول لك بديها تشتغل. طب يعني أنا بدنا إياها تشتغل، وبعدين بنسأل ليش بتشتغل، يعني هو بيكون بديها تشتغل وبعدين بقول لك ليش بتشتغل برا.
يعني في عندنا حالة من التناقض الاجتماعي موجودة وعم بينعكس اقتصاديا، وعلى فكرة الاقتصادي لا يمكن فصله عن الاجتماعي، يعني لما الواقع الاقتصادي لمحافظة سيء معناته الواقع الاقتصادي اجتماعي سيء كمان سيء بالضبط يعني. اوكي رح اجي لك ريم. هلا نحن حسب الدراسة والارقام اللي تفضلتي فيها انه لو كانت مشاركة المرأة بالاقتصاد حسب دراسة منظمة العمل الدولية زي الدول المجاورة اللي هي 23% برجع علينا قديش قلتي 3.2 مليار مليار دينار على الاقتصاد. خلينا نحكي هيك بشمولية أكتر يعني نترجم بالضبط، يعني لما تدخل المرأة سوق العمل احنا مش عم بتقسموا الكعكة مع الرجال، هي الكعكات رح تزيد ورح تكبر. خلينا نحكي شو بصير لو قلنا يعني عندنا مثلا خلال كم من سنة وصل مشاركة المرأة، شو بصير يعني كيف رح ينعكس على الاقتصاد؟ خلينا هيك نترجمها. هو بينعكس على شغلتين زي ما حكينا، على الناتج الإجمالي المحلي بالأرقام اللي ذكرناهم، بس كمان هو بينعكس إيجابيا على نفس الشركة، وهذا اللي حاولنا كمان نعمله بدراسات مختلفة. يعني في دراسة عملتها مؤسسة صداقة مؤخرا على موضوع التليكوميونيكيشن أو الاتصالات على شركات الاتصالات، وبينت أنه مجرد وجود حضانة للنساء والرجال اللي بيشتغلوا بهاي الشركات كان قيمتها حوالي مليون دولار سنويا. فهذا عائد للمؤسسة، هو قيمتها كأنها الشركة عم تعطي رواتب أعلى بقيمة مليون دولار سنويا. فهذه الأرقام كتير بهم حتى نحفز الشركات انها توظف نساء اكثر، لانه كثير من الشركات شو اللي بيصير ولك ما بدنا نشغل النساء لانهم هم هذول بشكل عبء علينا. هلا الشركات طبعا الكبيره عندنا بالاردن تفهم الاقتصاد هذا واستوعبته، فوصفوا النساء لانه بيعرفوا زي ما تفضلت الدكتوره سلمى انه هذا بيعود على ربح الشركه بالنهايه وبيوفر عليهم كمان في وفر. وجود التنين على حتى على مجالس الاداره عليه كمان تأثير كبير، ونعمل دراسة من الاي اف سي هون بالأردن مؤخرا على هذا الموضوع وبالذات على الشركات اللي هي مساهمة يعني تتداول بالأسهم. فهاي كمان ورجت أرقام تانية حتى شركات يعني تبلش توظف أو تكون عادلة خلينا نقول بالتوظيف وما يكون التوظيف. هلأ إحنا وين عندنا التحديات؟ التحديات بشغلتين، دخول النساء لسوق العمل لأنه هو لساته حتى متدني، وبعدين التحدي لما تدخل سوق العمل إنها تستمر بسوق العمل. هلأ حتى تدخل على سوق العمل لازم يكون التوظيف بطريقة تكون مبنية على الكفاءة وليست مبنية على الجنس أو الطوائف أو يعني معارف وهيك. فهاي حتى عنا بالقوانين الوطنية ما عنا أي شيء يجبر صاحب العمل يورجي كيف هو قام بالتوظيف أو بترفيع الموظف عنده داخل المؤسسة. هلا بالبلاد العالم المتطورة زي ما حكى الدكتورة سلمى قبل إنه عندهم هاي الأنظمة، عشان هيك بتلاقيهم لما بتيجي على المقاييس الدولية بيجوا بالرتب العليا. إحنا بالأردن لسه ما وصلنا لهيك، بس هذا الشيء عم بنشغل عليه صراحة، وفي تجاوب جيد بين الحكومة والمجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات دولية عم تشتغل على هذا الموضوع، بس بأخذ وقت طبعاً. طبعا يعني هي هاي النقطه بس اكمل لك عليها. احنا انا كنت ببيروت بالاسكوا، الاسكوا بتشتغل على المستوى الاقليمي في العالم العربي، وبيحكوا يعني هاي القضيه موجوده بكل العالم العربي انه حتى لانه نحن ما حلينا المشكله الاقتصاديه وقضيه العداله والكفاءه والحصول على الفرص بهاي فهذا اثر على الاقتصاد وبيأثر على المراه بشكل أكثر طبعاً. ولكن هي نحن عندنا مشكلة أوسع لازم نتعامل معها الحقيقة. شكرا على المتابعة، لا تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا كل شيء جديد.